يضام عندكم عند الوضوء. أبو جهل
الإنسان مكره مع الغريب. فأرادوا أن يوقعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا هذا، أتعرف أو أتنظر وتقصد ذاك الرجل الوضيع صلى الله عليه وسلم؟ الوضيع صاحب الجبين الأزهر والوجه الأبهر، سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أعدلوا له ذاك الرجل، ذاك يجب حقه. وهم يعني يعدون لأن يقع ما يظن، فيذهب النبي عهد بن مرقوش فيقع في أبو جهل ويتعدى على النبي. فجاء العربي وهو لا يعرف بأنه رسول الله، فقال له: يا أخ العربي، إن وجهك وجه خير. كيف لا يعرف أنه وجه خير؟ هل هناك وجه يعني أبهى وأظهر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما رآه يتعلق به، الناس ما شافوش متعلق به، فكيف الناس يشافوه؟ سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يمرض، وهذه فائدة، وهذه تبقى اليقين، قيل له: اذكر أحب الناس إليك. فقال: محمد. فيمرض من المرض وبشر محمد الناس. بعض الناس يقول: سيدنا النبي توسل برسول الله بحياة المكية ورسول الله، حتى وسل هذا نوع الشرك. اقرأ التاريخ، مشكلة ما تقرص، يعني لا تقرؤون سيرة النبي وحياة النبي وأقوال العلماء في حروب اليمامة التي وقعت بين المسلمين في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب، حروب على اليمامة خاصة التي كان قائدها أسد الله وسيف الله بن سلوس بن خالد بن الوليد، وهو من سلوف الله التي يعني صوبها على المشركين. شوفوا تلك الحروب ماذا كان شعار المسلمين بعد وفاة النبي بعامش أخو سيدنا خالد لما كان مع زيد بن الخطاب وغيرهما من أصحابه. شنو الشعار تاعهم كي جاوا يبدوا الحرب مع مسيلمة كذا؟ كانوا يقولوا: وا محمدا، وا محمدا، وا محمدا. كيف هذه الكلمة قالها لك؟ لو كان واحد كيما هاد الناس اللي تقولوا ترسل راسنا بموت وشنو؟ الرسول ذاك الوقت مين ترسل راسنا؟ عنده عام وش كيف يرسلوا؟ هم الصحابة وأقرب الناس وأفهم الناس بما في روح الإسلام. يقولوا: وا محمد. لا ما يقولوش كلمة أخرى. يقول: القرآن ها هو، الإسلام ها هو، كذا. علاه يقول هو محمد الله؟ في هذه الحروب سيدنا خالد بن الوليد سقطت خوذات كاد أن يقتل بسببها من قبل الحرب بحوس عليه. لما سئل في ذلك العلاقة: أنت يعني ما يلعبه الفارس على رأسي الجراك؟ قال لهم: ليس بالخوذة ولكن ما في خوذة. ما هو بي؟ قال لهم: أنا الخوذة هذه ولكن وصل بها. ماذا كان فيها سيدنا خالد؟ فيها شعيرات من شعارات الناس صلى الله عليه وسلم. لو كانت قد تفرق الرسول بعد ان الله يزعم هؤلاء يكون ما كانش منهم، يقولوا سيدنا خالد كيف تزع الرسول وتشد شعارات على النبي؟ معلش بحياة الرسول يقول: معلش صالح مات النبي، علاش شد؟ لا اكبر الكلام في هذا يقول والكلام في هذا. فسيدنا علي بن ابي طالب قال: كنا اذا حمي الرضيع كنا نحتمي برسول الله. فجاء العربي بمقابله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم بي. ومشاو الى ابي جهل بشير بن الحق، والناس اللي في المعيد راه يتلاقوا النبي بشير بن الحق. اي قلب كان يحميه الرسول؟ وعارف ابو جهل من اشد اعداء النبي، كان من الابطال والناس العظام في قريش. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ابو جهل وقريش تسلوا. بعدين صار في ابو جهل والله صلت عليه شيء سبها كذا: لا اله الا الله، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، من كان الله معه فمن عليه. اللي مع ربي خاف من؟ واللي ربي ما هو معه شكون اللي يرفعه؟ والله شكون اللي يصبره؟ فخرج ابو جهل وهو يرتعب: محمد ما جاء بك محمد، يعني كان من خايف هذا هو. واحد يقول: والله يوم تشوف لك فلان جيت له هو قدامه ما يتكلم النهار اللي بعد عشان يبقى يتكلم. ولهذا ما كانش من الصراخ اللي سمع، ما كانش اجمل، ما كانش معاه مش كوراج هذاك هو الصراخ 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 الشباب. لو كان شجاع يجي يفهم هذا بنادم في الله يسرع ساعات خلي تاسنا هكذا في الجو والناس غاب على السرعه. والله يا ربي هذا وقت انا كي نمشي والله شلنا النبي قدامه محمد قدامه اللي حافظ يبقى لهم دير لهم ما هو جابي اعطي له راسه يلا اعطي حقه ودراهم اللي سهل عليك بنتزل سيدنا النبي. قال سيدنا النبي ما زال واقف سيدنا النبي احسب قال يا شو دراهم؟ والله لا قال لي هذه دراهم بالتمام ولا لا هو يجيك واش محمد ما جابك خاصك
وكان يسأل ذهب إلى وانتم نفعل أصحابنا نزل وقالوا بلوت. فلما ذهب النبي خلاص هذا العرب يمشي بحاله مشى النبي جاء تقول إيش بدل الدنيا يعني أنت ما يقول شيء أنت ديها بس ذاك أو ديك الدعوة لو تخلوا لها فيها قال لي هو لا تقول عز اسم صلاة